دلوقتي دي قيمه سياسيه ومش بس فنيه سياسيه كمان الا لها مواقف سياسيه بعيد يا عم محترمه جدا ولها مواقف يعني مش ملك بس اهلها هي ملك الناس كلها يعني نادية لطفي شخصيه عامه ملك ناس كتير مش ملك ولادها او احبابها بس هي قالت لي مش خطتني بطيئة هي بس قالت لي انا اسفه مش قادره اجيلك وانا دي على راسي قلت لها لا ما تقلقيش انا اللي هجيلك تصادف ان عندهم مخابر مع بعض جنب بعض تصادفت كلهم قريبين قوي من بعض يعني يمكن شارع او حاجه زي كده